وتاريخه واسمه. احنا اسباب بتتوجد تجتهد، لكن ما انا يعني لو مش في نادي تاني انا 75% من شغلي مبني على ان اللعيب جاي نفسه اكتر ما انا نفسي انه يجيلي. مظبوط. فهي مزبوط. دي النقطه اللي انا بحب الاول اتاكد منها. طبعًا. يا حبيبي عايز تيجي الاهلي، عايز تلعب في نادي الاهلي ولا لا؟ والدرجه كنا بنعمل اختبارات لبعض الناس انه لازم يضحي بحاجه، يعني هو معروض عليه كذا ويبتدي. قلت له طب وثمن الاهلي عندك كام؟ احنا اقل شويه بس هتاخد فلوس اكتر لان هتكسب بطولات اكتر. فالاهلي، الاهلي هو اللي بيدينا، والاهلي هو مهندس الصفقات. احنا اسباب. انا رايي لو انت بتسالني رايي يعني لا، الاهلي زي ما انت قلت احنا عندنا اصابات، لو رجعت الاهلي مش عايز في اي مركز، مش عايز في اي بصراحة مركز يعني. حد خالص، انما عايز بقى انت تجود لو ظهر لك حاجه بقى واو كده، حاجه سوبر، هداف، ما تجيش تقعد احتياطي. هداف مش انا رأيي يعني. مش رأيي عادي إن انت مثلا، عايز حد بقى يزود فما يبقاش دكه. لا طبعا، لان الدكه عندنا تقيله قوي. لا لا ما شاء الله، ما يعني شاء الله. احنا مش عارفين مين اللعيب الاساسي ومين اللعيب لسه بقول لحضرتك.